الله على الجمال يا جماعة، الله على الجمال، الله على الجمال. بصوا هيشة ازاي وجميلة ازاي. بص يا جماعة، ده كعب الغزال. احنا في الشيف دايما كلنا بنحب المعجنات وبنحب الكلام، يعني اي كوباية شاي بناخد سوائل دافية كتير، فمحتاجة حاجات زي كده المعجنات. الحاجات دي اتعملت بأقل تكلفة والله، ومش مكلفة جدا ولا أي حاجة، والطعم روعة والريحة طالعة في منتهى الجمال. تعالوا نشوف مع بعض طبقنا الشكل ده ازاي وعملناه ازاي. تعالوا نشوف مقاديرنا كلها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم ياسمين من قناة أم ياسمين. النهاردة هنعمل فيديو جديد، والأول مرة يتابعني ما ينساش يعمل لايك واشتراك وتفعيل الجرس. النهاردة طبعا احنا كلنا عارفين شتاء، يعني معجنات وطبعا كوباية الشاي والحاجات الدافية لازم ناخد معاها أي حاجة. النهاردة هنعمل وصفة اقتصادية وجميلة جدا، هنعمل كعب الغزال أو منين الأفران. هنعمله النهارده، هنيجي مع بعض نشوف نطبق احنا بنشتغل ازاي. واول حاجه عندنا المقادير. المقادير معانا كوبايه زبده، معانا كوبايه زيت، معانا معلقه خميره، معلقه سكر كبيره، رشه ملح، معلقه بيكنج بودر كبيره، عجوه حوالي ربع كيلو، معانا سمسم محمص، معانا بيضايه، معانا كوبايه وربع لبن. تعالوا نشوف هنشتغل ازاي ونطبق الحاجه بتاعتنا ازاي. اول حاجه هنزل بالمواد الجافه بتاعتي كلها. معايا كيلو دقيق، كيلو دقيق، هنزل بالمواد الجافه كلها مع بعضها، البيكنج باودر، السكر والخميره والملح مع بعض، ورشه سمسم. هنقلب كده كويس قوي المكونات الجافه كلها مع بعض، بحيث ان كل المكونات بتاعتي تتفاعل مع بعضها كويس قوي. وبعد كده هنزل بالمكونات السائلة كلها برضه. كده انا ضربت كل المكونات الجافة مع بعضها. هنزل بالزبدة، الزبدة تكون دافية يا حبايبي، والزيت واللبن. هبتدي اعجن بالراحه كده، انا مش محتاجه عجن خالص، انا مش عايزاها تعمل عرق، انا عايزه اخلط المكونات بتاعتي كده بالراحه. هنخلط المكونات بتاعتي كده، اسهل طريقة وطريقة اقتصادية جدا وسريعة. طب احنا مش عايزين نعجن، احنا عايزين بس يا دوبك ان هي تكون شربت كل المقادير بتاعتها زي كده. ده منس العجينة بتاعتي مسترامة عملت كده. نعرف ان شاء الله عجينتنا تبقى ناجحة، ما يبقاش فيها اي عرق زي كده اهي. وده الملمس بتاعها، ملمس العجينه بتاعتي. هسيبها تستريح لمده 10 دقائق، انا مش محتاجاها تخمر، انا هسيب بس عجينتي تستريح لمده 10 دقائق او ربع ساعه بالكتير خالص، وابتدي اشتغل فيها على طول ان شاء الله. هنغطيها ونسيبها تستريح شويه. عقبال العجينه بتاعتي متستريح نبتدي نفرد العجوه. نحضر العجوة، انا حاطة كيس تلاجة من تحت وكيس تلاجة من فوق عشان العجوة لما افردها اعرف ان انا اتعامل معاها تبقى تمشي معايا كويس، مش في الفرد، لما اجي احطها على العجينة تبقى اعرف ان انا اطلعها من الكيس، تبقى سهلة عليا ما تلزقش لا في الرخامة ولا تلزق في حاجة. انا حاطة كيس تلاجة من فوق، كيس ثلاجة من فوق وكيس ثلاجة من تحت فرديه، وحاطه كيس عادي. ممكن لو عندك ورق استريتش عايزه تتعاملي بيه ماشي مفيش مشكلة، عايزه تعملي زي كده برضه مفيش مشكلة. احنا بنفرد العجينة بتاعتنا دي، عجينة العجوة.
طبعا احنا عاملين مسخنين معلقه زبده ورحنا هرسين فيها العجوه. في اللي حابب يحط ميه ورد يحط، اللي حابب يحط فانيليا يحط، اللي حابب ما يحطش حاجه خالص براحته حسب رغبتك. انا انت عايزه اي حاجه الطعم اللي انت عايزاه حطيه، بس هي ميه الورد بتدي طعم حلو قوي في العجوه. في ناس بتحب تحط ميه موز، مفيش مشكله، كل الروائح دي حلوه، انت على حسب ما انت حابه الريحه اللي انت حابه تتعاملي بيها. نفردها كده تاخد شكل، وان السمك بتاعها يبقى زي سمك العجينه اللي احنا هنفردها. احنا هنفرد برضو العجينه بتاعتنا زي العجوه بتاعتي بالظبط، فاحنا هنفرد كده. العجوه بتاعتي افردها هتاخد نفس شكل بالظبط العجينه بتاعتي، هتبقى نفس الحجم والاتنين يبقى سمكهم زي بعض بالظبط، عشان لما اجي افردها اعملها رول تبقى مظبوطه، تبقى كلها سمكين يبقى زي بعض بالظبط. العجينة بتاعتك احنا اتفقنا احنا مش هنخليها تحمر، احنا هنسيبها تستريح بس شوية بعد كده نبتدي نعملها على طول، نفردها على طول مش هنستنى ما تحمر. هي العجينة دي اساسا بتبقى مبروكة. العجوة بتاعتي بس فردتها نفس السمك كده كده، والعجينة هتبقى نفس السمك كده برضو كده، لان هي ما بتقعد بتنفش وبتخمر، فاول ما بتدخل الفرن كمان بتنفش قوي، فانا مش عايزاها تبقى تخينة قوي، فانا عايز السمكين يبقى قد بعض، العجينة والعجوه بتاعتي. العجوه هركنها على جنب وابتدي بقى اخد العجينه اقطعها وابتدي اشتغل باقي كمان. حته العجينه بتاعتي قد حته العجوه برضو، هفردهم الاثنين كده. هفرد العجينه بتاعتي كده، انا بصراحه بحب اشتغل، مش بحب اشتغل على الرخامه دايما يعني. هفردها هتبقى سمكها زي سمك العجوه بتاعتي بالظبط وقدها. طب انا جايبه حته عجينه على قدها بالظبط اهو، نفرد كده لحد سمكها ما يبقى زي سمك العجوه بالظبط. ناخد من الوسط على بره على طول زي ما بنفرد اي عجين عادية يعني. بص هو كده بقت كويسة خالص، بص هتبقى نفس السمك بتاع العجوة اهي، هو نفس سمكها هي بالظبط اهي، نفس سمك العجوة نفس سمكها هي بالظبط. ده فردة واحدة بس كده، وراح حاطة العجوة بتاعتي. الفكرة بقى ان انا حاطة كيسين ليه؟ عشان نبص بقى الحركة دي، تبقى كده سهله قوي ان انت تعملي بيها غير ما تقعدي تفردي كده، لا كده اسهل خالص. بصوا هنسويها بقى بالسكينه، بس نفردها فرده كمان مع بعضهم كده. نفرد العجوه مع العجينه بتاعتي تاني كده اهي، نبتدي نسويها بالسكينه بقى. اللي بيتقطع ده احنا مش هنرميه، لا هنستخدمه تاني، نطلع العجوه منه ونستخدمه تاني. سهل خالص يطلع اهي، العجينه لوحدها والعجوه لوحدها وهنستخدمهم تاني. ما احنا بنقول العجينه دي مبروكه لان اي حاجه فيها بنستخدمها تاني ما بتترميش وبتبقى حلوه برضه وبتزيد، كل ما بتقعد بتزيد. بس كده اطراف الزيادة اهي كده خلاص. ابتدي بقى الف الرول بتاعي بالراحة كده اهي، اجيب الاتنين على قد بعض بالظبط اهي كده، بحس ان متضحكش عليا وتلف لا شمال ولا يمين، تمشي معايا مظبوطة. ناخدها كده بالراحة، نلم 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 كده اهي، من ناحيتين شمال ويمين كده، ونقطع كده.
هنقفل الاتنين على بعض كده بالعجينة بتاعتي، نقفلها كويس اهي كده. ونروح مقطعين وهنسيبها لما نخلص بقية الكمية، بعد كده نبتدي نحطها كده في صينية ولا في حاجة عندي لحد ما اخلص باقي الكمية بتاعتي. بصوا انا حاطه بيضايه واحده بس وحطيت عليها معلقتين لبن وربيتهم كويس كده مع فانيليا، حبه فانيليا صغيرين او مش كتير يعني، حاطه ربع معلقه فانيليا. هبتدي ادهن كل اللي انا عملته كده، هدهنه كله عشان خاطر لو انا دهنت في الصاج اللي هشتغل فيه هيتحرق على الفاضي، فانا لا انا عايزه كمان الدهان بتاع البيت ده ينزل عليه كله بيعمل شكل حلو قوي في التسويه، لكن لو انا حطيت في الصاج مباشر لا، يبقى انا كده هحرق الصاج ومش هتبقى مستويه، هيبقى كله طالع محروق من تحت، لا انا عايزاه يطلع سليم ويبقى شكله حلو. معانا السمسم اللي انا دهنته كله بيض اهو، هروح نازله بواحده واحده كده في السمسم اهو، اشربها السمسم الوش بتاعها بس مش كلها، احنا بنشرب الوش بتاعها بس كله سمسم كده. كلها تبقى بالشكل ده كده. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، واللي عنده تعليق على حاجه يكلمني في الكومنتات هرد عليه من عينيا لاي حد ان شاء الله، ويا رب تكون وصفتنا حلوه وعجباكم ان شاء الله يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.